والفرق الثاني بين الكتاب والسنة السبق الزمني، فأول ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، إلى آخر القصة. وفيها قال له جبريل: اقرأ باسم ربك.